أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب ممولا حصريا للخدمات الجامعية. وجاء في البيان أنه تحضيرا للدخول الجامعي 2023-2024 وقصد ضمان التموين العادي والأمن للإقامات الجامعية بالمواد الغذائية الأساسية، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب متعاملا حصريا لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها من بقول جافة وأرز، وتكلف كل المصالح المعنية بالتطبيق الصارم لمضمون هذا البيان.